الموضوع ويستنين بطبيعة الحال يجي الموضوع غير كيستي زعما عاوني غاس اثنين ايثما الجنساز كليمان يجن توماتي جوم دوكرينوزي كاتالونيا. المهم الصراحة يالله كم رخ غاو عشية توغاث غاي ذا خارس مشا وضخ نكمريث نكاكي استيزما وثريج عخشية الطاس ويني سما غاد حولخ غزاق شوية سما من غاري ذا ذي الموضوع من وريخ. المهم الموضوع هو سميخ سماني خنسماث ثلاثينخ الزلزال الحسمة من 2004. مهم العنوان الموضوع الزلزال مشى ليس الطاس المواضيع رسقن غوية ويا ذايس سماي النيس ترسقن زي الزلزال ذايس الخدمة ثنيخ تصرفات الاحتلال العلوي ذي المرحلة نين الزلزال. ولكن في آخر المطاف نيخ العنوان يريون يمغان العريض قناس الزلزال من 2004 ذي ثندينة الحسيمة ذي بعض المناطق النغنية إغاس يودسن. مهم 24 زي 2 2014 16 سقوساز قامي يكثى سما الزلزال يجن يجو غزديس يجن الجزء زي بلاد الريف قناس ثندينة الحسيمة ضمارة من غاس يقنن مرة نعقر الزلزال من 2004 كوريجن من توغي جا كوريجن ميتي جا نشتعقر خاص دي 2004 توغي ذي النضوع لأن غوانس يعني بيشترد شواني خابع شواء أضفغ زي عريف ولا تني كأول وفوق يدغنك زي عريف. مهم إجل الكارثة بكل المقاييس مثن يوذان وظان ثوذرين طاس من يوذان ممشني خيم مثن وتذ المناسبة باش اسما نجدد الرحمات اضياح ما بمارة ويم مثن ذي الزلزال من 2004 ذي ثندينة الحسيمة مارة من غاسي قنن قاخ انه تعذو 16 سنة مشى اتغيما ايزو من نير اتغيما الحريق النير يتغي ما ثقست اني عاد داريت عاد تعيشيت عاد يعني مري ما يغض الذكريا ومقال 24 زي شحال تنين الا ونص حضاد الالام سما تغويث ثقست ذي مطون اريفيان شي موثاسوماس شي موثاس باباس شي موثاس سما شنيش العائلة الناس الطاسي موثن ما مشنيخ للمرة الالف اضي احماد بمارة ويموثن النيخ جي وقت ما ذي من يعذان كي جموار لابد هذا ازدعاو ذخ لسبب واحد ما يمي تعود غازد باش اتسبينخ باللي يريفيا جزء يعني ذي الجسد مرا شان الجسد نيخ شان جزء ذي الجسد هو ميقان الريف يهرش نيخ يقساس شا يتكاد الجسد النغني مارة يتكاد يتقبر النغني مارة نعرف تزرنت باش تبدنت إيجايت ما تنسن وما يوقعش الكارثة ذاني تنس سوار أن 2004 لابد أزن عوذي ووراء باش نبيين إلا نشين ذي الجن باللي نشين ذي جن وشون ضم قران قانا سعريف أن ذي 2004 ثواحيت ويسواحيت ويدغي الزرن هذه كشفوس يثمس يتوغي تمتان يتوغي صغيون يتوغي تدان سما يجن الفاجعة ما مش قال وعربا انت في ايث مذنخ يعني زي المناطق الريفية النغنية خاصة ايث مذنخ يعني اقرعيا زي النضوع ثاني تخصة نسجل دائما الزيز نتفكى ما مش قاخ لسبب واحد باش نقضى خل المفهوم القبلية باش نقضى خيني تحاول تصنع عن سما الفرق ديال الريف يني تحاول نعتبر نخفن سن حسن
زقو ذا نغني ذي عريف نقارس نشين دي الجن ماني ما إيرو شوري فيه ماني ما نتسرى يعرفي إسويس ذا نغد فوس الناس لابد أذا سنكش فوس ذاني تا أن بالله سمى النقطة يا ممش النيخ ثاني تتغط مجرد إشارة بسيطة أي نيوها أو ناس يعني مباشرة يعني يمكن ماشي مباشرة رمي يعني جمهورية مستان الاحتلال على ويما دي السك وزير الأول لك سبقاس النير تغذين النوم قان إدريس جطو أو أدياس مسج المقترح بين قوسين ما يسمى حينها إجن برنامج إعادة الإعمار مهم التصن يث ماذا سنن ومقان إعادة الإعمار التصن يث ماذا نخذا من قا إعادة الإعمار إلا ويروح رعقرن سن غيج المرحلة التبارشانت ذي سمى التاريخ نعرف المعاصر مهم يقعج النقاش ذا القرآن ما يسمى خدني برنامج إعادة الإعمار أو تغذي مجموعة القبائل ذي الحسيمة خاصة مثلا تمسينت تغى رفضا رفضا قاطعا ما يسمى البرنامج إعادة الإعمار لسبب بسيط مغى لأنه البرنامج هو مقان إعادة الإعمار من يقى أشيك شي جنستا يعني جنستا وزرانة زي سنتبنيد تنين طون نتسيما إتي الشاشر فو 500 طورون يخد مليون ونص تصور شك مليون ونص ماذا اشتبنت الدعث ماش تصدق ما زي استقل الظلام ما زي استبنتع ما زي استقل شن حاجة إذن في نفس السياق يعني ولا على الطرف سما ماشي النقيض ولكن على الطرف الآخر تشكل بوادر نيجن لوبي ريفي بين قوسين ما مش نلقى دائما الريفيين البيولوجيين أو تشكيل اللوبي هو يغيرين أكبر مرتزقة في تاريخ الريف المعاصر ذني تنسوار أبو طيب عبد السلام أبو طيب نسوار خلب اللوقي عبد المنعيم نسوار أحمد بن تهمير نسوار خل عاقل بن تهمير يغيرين بعدها وبالضبط في 2010 يعني العامل خندينت النظار أصدف مشان يجي المجرم نغني يجي الخائن نغني تغاث قبر الناس ونومي قال لفتيت إتجان دنهارا ذو وزير الداخلية أو يتحمل قسط من المسؤولية ذي الهجوم ذي العنف أمي تعرضنا إثماثا خريفيين أواني الهجوم الاحتلال العلوي خل حراك أو بداية موسم الاختطافات من السوار خواني تومي قال عاقل بنتو هميو يكجان ممش النيخ قيج المرحلة بالضبط في 2010 هذه توعيين للعامل خندينت النظار يقاد تاريخ ومن هي مؤكد أن جدس تغاث أكبر خائن ذي العهد سمى المولاي محمد إلى درجة أن مولاي محمد أخس يحكم سل إعدام انغينت مغالي أن تغي تشكل إج الخطر ذا القرآن يعني خدول الريفية ذي المقاومة الريفية أو نقارد دائما أشكام إتجاد أشكام مرا جدست غد أشكام وراد العاقل بن تهامين أحمد بن تهامين جان دوماس وراني ثني ذي شكامان مرا جديد سن يخدمي وسبانيو ينا من الاحتلال على وير أو اختلف اسم الاحتلال لكن تغيما المهم من سن قناس العمالة للاحتلال الأجنبي ذاني تا أضاز مخيج القوس ضم زيان يوذان إشيقان ما يمي تخوانم ما يمي تسوار مخ الخوانا نقارسني وذنا مرنشين نسوار خسن وها نقارس قا مولاي محمد تغي حكم خسن بالإعدام شنقا نشين قا مليح فقط نسوار خسن وها نفتحي ثند للأجيال القادمة لكن جديدنا باباتنا مولاي محمد تغي تعمل كيسن بحزم أو يطوض إلى درجة أنه إي نقيثن يحكم خسن بالإعدام أوذ وانتا ذي الجزاء كل خائن للوطن كل خائن سميت مواثنس مرة ويغي خون تم مواثنس مانيا وجيبوه مولاي محمد وغايث الجين إجيت تشيكي بارا إجيت سما أوليمان إجيت هولندا إجيت فرنسا دائما خمير في سما ذي وقت المقاومة مرادي الخوانات انتمان سما غباني الجلدة غيوذانت مواثنير المصير نسن إتيري ذي الإعدام أو ممشني خرخولي المرة الألف نشي نقاق مليح عاد يوذا نقا نفتحي ثندوها ونوض شخص نحكم سل إعدام
إذن إضافة من دنيغ أنه أظن شكل سما إجلو بريفي ينا يوذانا ينا أضوظن دي المرحلة النير أنه أذخرقا الشكل بين قوسين إجن قوة سياسية ريفية سما بيولوجيا ضاغطة، يعني باش تقن إجن الضغط باش دينين الاحتلال على وير قد نشيني ذا أرى حدا كيخ تعامل نيخ أنكشن حجث لا تتصور على بال رغم أنه نشين السن اللي يوذنات الشمايت الكبار ذيث وني الزنزن تموات النس عماس إذا ما ذا يستيري الشجاعة نيخذ الجرأة غادي كشن حجث ومنايا تناوليث دي المرحلة اني بالضبط إجن المجلة نيخ إجن الجريدة وقت قيمشا نشتعكر خاص كانت جريدة ثيفريز ثيفريز استمزيغت استعرفت الملامح قانا استمزيغت ثيفريز ثيفريز نيخ سما تسيور الطاس خلموضو عوات تناول مجموعة الملفات اللوبية وإغاية تأسن مباشرة بعد زلزال الحسيمة كذلك أواني نقاشات تم قرانين جال خوانا ييناي دغيبانن غساحة سما قانا استعرفت ستتبلور إجن جمعية بين قوسين قانس جمعية أريد مارة سرمخاس جمعية أريد قسي ورغد خاس إجن الحلقة نهاري ترأسيت الخائن من بين الخوانا إجخونا أريف ذي 2004 ونمقان عبد السلام بوطيبي او اريد يعني الجمعية اريد نيخ يني غي السن جمعية اريد اذيرين ذي النواة ثمز واروت لما يسمى بعدها بحس بالبام لانه من السور خل حس بالبام يجان من اخطر ومن اخبث الاحزاب المؤسسة ذي الدولة بين قوسين ومقان الدولة العلوية انت في المؤسسين الاوائل مع الاسف إنه مقاني ريفيين البيولوجيين وانت في الجمعية ين أريد تغدي جسوري في ذم زوارو إغا يوضن ذي أسس النواة الأولى الحسبة والخائن الحسبة والخونة ومقان البام نيخ الأصالة والمعاصرة أو ناس طبيعة الحال يعني قبر ما دفغ الحسبة يعني ذي الصفغنينة ولكن دفغ إنه مقان عالي الهمة من بين سما أكبر المجرمين يتحمل المسؤولية ضد وطاس الجرائم يوقع عند يعرف زي سنة الجريمة 20 فبراير 2011 تعلقا صوص شمض خمسة إحذريين ريفيان ذوا غي الصاصا سما مجلس غنيني دساسا مزوارو الحسبة ومقان الحسب البامي توغى الهدف النس الأول والأخير هو أضسيوظن أضركع نذقن الركوع أذقن التركيع لبلاد الريف الشامخة إجان عما ستاكع إيش المجرم عما ستاكع إيش المستعمر عما ستاكع إيش المحتل مهما كان وخا غير دميس سمنت مواثني نعرف مروي تجذي الطاعة نعرف عما أسياكع بلاد الريف الطاهرة الشريفة المقدسة أو ذي التوازي أريد التحركة المشبوهة ذي سما ذي نفس الوقت من 2004 أدياسة دي خرق ذي وقت اني ما سمي الفريق المدني المتعدد الاختصاصات إجان سما ذي جن فريق ذي اتضح باللي المهم الناس هو أتقن تقارير استخباراتية خمار الحركات الاحتجاجية إدغياسنا واني الزلزال يريفيا تغاي تصندي بارا رغم أنه تغادي الملايير نسمى 68 تزيل العالم إلا أنه يعرف ويستفد ولو استفد الاحتلال ذي الخوانا يينا إذا هذا الشكل ما مشني خلف الفارقة والمدنية يغير المهمة نسمى الحقيقية رغم أنه ظاهريا نسبيا ند باللي يعزو ذي دفع خيوذان يعزو ذي إعادة الإعمار إلا أن الحقيقة الناس
تغذ فريق متكون من خلية الاستخباراتيين ذي الخونة يريفيين تغيت عمان التقارير السوارن سما مار يريفيين ذي المناطق تغيت الاحتجاج ذي الوقفات المسيرة صغاثن سنة معذن سنة. إذن او ذني ينسى يكشين اسم النس الحقيقي قناس الفريق المدني المتعدد الاختلاسات أمق المتعدد الاختلاسات يعني الفارقة وواجب الاختصاصات ولكن مهم الناس يعني الاختلاس قانت يثخنا قانت يعني تشاد السارقة الموصوفة يعني السبق الإصرار والترصد ويوذان يغش كل الفارقة وانتف زيسن محمد الحموتي الجنهرة ذي حسب الأصالة والمعاصرة يعتبر من أبرز ما أذموا الخونة الدفاع عن الاحتلال العلوي والنومي قان محمد الشيخ المهندس بين قوسين وانت في الزيسن كذلك والنومي قان عبد المنعيم البلوقي مهم النان سما ذي روقت النيب اللي السبب سما زيت السن الفارقة ومي قان الفارق المدني المتعدد الاختلاسات النان قوى يجيبون قيث باش سما اندفع خيوذان ومتوهد من ثذرين وها لكن اكثر زمانية نقيث باش أنك الملاعب أنك كذلك خدني ما يسمى تغسورن خكورنيشن صبادية ثينا مارة ثين سرينا تغتبيان انت باللي خاسن دفعا رغم أنه ثيث تنسنينا مجرد مرتزقة ذي شفان ذي خوانا وقين غنهار عاد ذي شفان ذي خوانا وقين ورا ذي جن حاجث يعرف وعماس الدنشان حاجث يعرف وعماس الخائن والنغا يوضان دوك حسين الاحتلال أذي فكا ذي ثموات الناس ذي يماس لأن الخائن وغاس بو يماس وغاس بو ثموات الناس وينا الحموتية محمد الشيخ ذي البلوقي ذي بن عزوز هنا مارة مجرد حثالة نعرف ذي الخونة أذي يسعى ذي جنها إذي غتوحك من بتهمة الخيانة العظمى للريف الوطن. إذن الفارقة ومقان الفارق المدنية و أذي يشع الملايير التمنيات وغاح وش الحسابات الرسمية مشى مر المصادر التقارير ثقة باللي الفارقة وذي يشع الملايير والملايير التمنيات و في نفس تاريخ ذي نفس المرحلة وميغا السن ما يسمى بالفريق المدني ويتوغا دايز من بين المؤسسين سواني تومي قان محمد الحموتي من غيوقعا مباشرة وناس التضهيج الشركة قانت شركة الريف للإسكان ويجيبوا صدفة عماس إلا صدفة أتبان الشركة يوم قان شركة الريف للإسكان ذي المرحلة إعادة الإعمار للحسيمة مغا لأن يوذان غيأسن الشركة يا تغاثن زقوذان إقوشان التمنيات إقوشان الأجرى لإعادة الإعمار إقجيني وذان عاد غنهارا ذن العائلات ويوفين من زي غبنان عاد إلى حدود نهارا ووض نشاء أذفن من زي غبنان عاد قاين تتصن يعني ذي ثوذريني عاد قاع في أي لحظة أخس انتي دوضان. المهم الشركة يا غتس على أساس أتعاون سميري فيين أسنت الزنس ثوذرين سمس التمن ذروس ما شيء اتضح بعدها أن المجرم يواغ شفا يوم قان محمد الحموتي أذي استغل الظرفية أذي استغل وذان قد تصندي بارا أذي استغل وذان دي بوبريين تسمى موثن حد موثا سباباس حد موثا سيماس ومع ذلك أدسن الخوانة يينا أدسن المرتزقة يينا أدسن وذان يواغ عجل ضمير لا أخلاق لا إنسانية أدسنا استرزقا خل معاناة ذي المآسي مويذو ذن الشعب نعرف ذو قرفين وابعة ومن عنانينا مع الأسف ثروة الحسمة يعني ينز استرزقا ذيت ما تنسن ومع ذلك استرزقا خسن ومن يويد جيشة حاجة غريبة مادام
بنادم يوضى دي الزنز تموات إكجاند يماس ويجي شغاربة دي الزنز وماس ذو الجار نيخا دي استرزق المعاناة الناس مغالي أن يوض إلى أقصى درجة سمى الإجرام يوض إلى أقصى أنه هو يعرم الضمير ورد الأخلاق ورد الإنسانية. مهم من بين إوذانا ينامي استرزقا خل معاناة يريفيين 2004 لابد أن نسيور خربعات ربعات الزيسن باش ندي ذا التاريخ باش ندقي من سجل دي التاريخ للأجيال دي قوان. أنبدا مثلا زي النومي قان حكيم بن شماس، كذلك إلياس العماري، كذلك الحموتي، كذلك بن عزوز واللائحة مغا تيريو ثمانة يديو ذا نكتا. بن شماس إكجان سما ديج النموذج حي للخيانة العظمى. بن شماس هو يعتبر من أكبر الخونة إجان هارذي يعرف و يعتبر سما الرجل الثالث ذي سما السلم السلطة طبيعة الحال نصور ذا رئيس الوزراء رئيس البرلمان رئيس الغرفة تغاث قبر الزلزال ذا يساري راديكالي ذا معاش وغاسوالو السواري قاس تقاشي عقاصن. إذن نيخ قبر الزلزال تغاث ذا زرمات ذا يساري ذا اشتراكي ذا شيوعي يرفض الرأسمالية يرفض الملكية مشى أواني الزلزال الحسيمة هذه ذور السيدة وميقان بن شماس أكبر رأسمالي أكبر انتهازي أكبر ملكي أكبر شكامي عبد محمد علوي وذي ذور ملياردير ويسين حد الله أعلم من زيد ورواني تاذ الملياردير رغم ما مشنيخ ما رانا عقب غا عامين ثلاث سنين قبري 2004 تغيت تا أذن سما أقاويل مؤكدة قانت باللي بنادم ومي قان عبد سما حكيم بن شماس تغاديني وذاني تحغاسن اتتاخسن يعطرخسن 10 دورو باش هذي صغ من زيغي كييف نهار يدور ملياردير. الفضائح الناس انت العائلة بنادم هو عماس واتكميرنت الفساد سما الريع ثخونا الاختلاس إلى درجة أن ثمغة النس أتأسس جن الشركة مؤخرا قسي ورنتخس الإعلام أتأسس جن الشركة وهمية باش أذا تسعدوا الدولة ثم ثموات الحبوس أنه من قانشتين ثموات تمزيدا بثمن بخس يعني دراهم معدودات أو يشاثوا ذرين يشاثي مورا ممشي النخنارا أذي ذور أكبر شفا أكبر الخائن أكبر سمى الديوث إن قرب 180 درجة نهارا مع الأسف يذف سمى مزبلة التاريخ زي ثورا النس يريون. وذني تنتسق سواني تومي قان بن شماس ميسن أيث بوعياش نقاراس مين تقيد مثلا ياريف من تقيذي الحسيمة نيخ من تقيذي أيث بوعياش ولو إيجن حاجث أشمة الخائن تقيذة سنتي أيث ماش ذي أيث بوعياش بالعكس شكتو سيم دوشام ذي انتي مورا سترزقم ذي نيث قيم المصادرة تسيب قدم إيو ذا انتي ويما سنتي مورا نسن مارا. المهم أنا عذوغ الجنغني قانس بن عزوز أخدام المطيع يعبد إلياس العماري تقاس الركوع حميدي زار يتقاس ثلاثان الركوعات يكتب الدعاء باش هذا يغزع وذن تذل مهندس مارا انتو خونا يغي وقع عندي الزلزال 2004 مغا
تغاد الأستاذ الرياضيات، تورد الأستاذ الرياضيات يفهم سمي الحساب يسن ما مش غي فاق 8 النيض غي يقسن ما مش غي راحت نتاد المعلم نيخد الأستاذ تغاد نتاد معاش نهار يدورد الملياردير الله أعلم ما زي ستكين 8 وأخوان قابل الله أعلم السن الخائنة وما زي ستكين 8. طبيعة الحال يوضع غاسيرين التمنيات بفضل استرزاق خل معاناة الآلام ريفيين تريفيين ويتلقى الملايين زي الاحتلال العلوي المقابل الخدمة الناس خطا امر الناس يقخ على الريف ذي ريفيين عواني والنومي قان بن عزوز عن سور شويت إلياس ومن لا يعرف إلياس إلياس العماري الأب الروحي للخوان ريفيين والأب سمباغ الساحر إذا سني سرمذن الخيانة المفهوم الخيانة إلياس العماري يتسدويس واحد ذي الترتيب الخوان نعرف كتاز قارقاش كتاز قوشني توي جاني يسمى ذي العهد اسبانيو كتاز الجنرال مزياني قنغيني ريفيين ذي 58 إلياس العماري الخائن ما مش النيخ وني تضر رأينو يتسدويس واحد كأكبر خائن يعذو خثموا أثناء الريف وبلاد الريف يستغل سما نفوذ الناس يستغل أنه هذا مدكر ومدكر محمد المجرم علوي والنميقان المجرم علي الهمة يشاثي موراي بوبريان يتراح غث مغارين ديار الريف خاصة دي الحسيمة منايا شهادة حية إجنت مغاد زي النرويج الطاس واسريخ الخبار الناس سيتي إن شاء الله تيري مليح توغث مغاد سنين الصراحة عامين والسين خمات الدامة ثموث المهم سيتي مغاد ستودات يروح غاس واني تومي قان إلياس تواس انت مواد خرب هذه الحسيمة الناس يخضعنا النحويج ماذا خذ الزنز التمواثا سمين ناس زون الشين نخذ امثراح سكورشي لأن يعزو تسيدس المجرم محمد علوي منايا للتاريخ وصخاري قشا سما بيروح سبوح برنما إلا ثنائي جنما يجحنا أوروا وتحمل خديس كامل المسؤولية وثاني تثم غاثة ثوت سنية ثنية وراء نشقي على يقين أن المئات يريفيين مساكين أمي قمنايا المجرمة والخائن أمي قان إلياس العماري كذلك تغي استفزا نخ الابتزاز إمارة يوذاني خدمن ديال حشيشت ديال الريف يتراح غاسني قارسة تكشد قدا هذا معاود خيش القصة النغنية يعاود تيجي من هذا تغي قيمة كذا سبقوا 2004 عفوا بقوا 2005 مهم كتاز بقوا 2004 وتجي غبو مؤكد 2007 نيخ 2008 على ما اعتقد ونيتي تعاوذي قا تغاي حندير قهوة ذي أيت بوعياش يوز دغاسي الجنس قني خدمنا مني دروس واها إكس 3 مليون إساسا ستخطابرا يسي 3 مليون ني وكثيث الزياس ينسي جموار ويعدل لهم في ذينيغ لأن انتحتارا من تسدحا إذا وانيتا الدليل إلا المجرمة ومقان إلياس تغي ستتقل ابتزازي مرة يوذاني خدمن ديد حشيشت إقارسة تكشم التمنيات نيخا كني واوي خير حبس وضاز مخيج القوس ذي الحراك سما الريفي ذي أوروبا وميث تغي الدع تغي ذين يوذان سنيثن زارثن معروفين مهربين دوليين للمخدرات سما ذانيتا ذي أوروبا تغي غاس العلاقة ذيك مجموعة الوجوه البارزة ذي الحراك وذي اتضح باللي تغت موالنتن
ما يميت موال انتن لان المخزن يكشاس عند الاذن يقارس شكه مول ذوا شكه مول ذوا مثلا تغادي بنادم زي خيرونه تسلم ثماره تغادي بنادم زي هولندا يطفي الجنزي العائله تسمى المعتقلين يتصرف خاص ما يتضح بالملموس ان الاحتلال علوي يكلف وذنا يمارس خسن تسمى وغير خسن اذكلفنا وكش 8 سيوان بين قوسين بعض الوجوه هذا خصنا حتى بعض المسيرات وميد النخي جوما قادني وذن تخطصنا الكيران الطاس وهذا سيعجب هو ورا ولكن هذا سدعاو ذخ وخوذهم يعجب لان دوار انتذت ان بلع القوس. المهم كذلك انا عقب شويه غفه الشركه النومي قان شركه الريف للاسكان اضط في الحسيمات كبر ماني ما يتجيش المذرع ماني ما يتجيش النبحه ماني ما يتجيش التموات اذا شانت بنان اذا شانت بنان الى درجه انه توغى بنان خشي موشان خودع نهار هذه الفيسبوك خنزار تصوى سمى التجزئات الخائنه ومقان الحموتي تجزئات سمى وهذا يسن توفرنت الشروط السلامه اجاد مثل قذيري فيين ومعليش الاحتلال توارى الاعمار سمى المجلس الاعمار وسمجس قانيك جندي العمل يتوارى يتشار وخصاف مغا الجاذين غيري فيين ويجيبو ذا منوس او الحموتية و اكي استفد مجموعة الوجوه الخائنة السانيتا دي اوروبا مثلا الكداب هذا ايت سمى مقدم دين اخينا مرة غاسن الشقق تابعة ما يسمى بشركة الريف للإسكان ينا مرة استفد خطصم او دي الحركه يا مكارو ما عليك خا قضان سبد المنايا اري عنينا سنتو درين ولكن توريا سما بين قوسين نعتذر لهم قال الله ما دونكش نتو درين قيم ديننا تدوق زم لان كان خاكي دوم ار اسم كارو اغندا او الياس الخائن تو غيتحش حتى خصم غارين يتحش خيا يزن يجي الناس هذا شق القناة أم يجو شو اسم يجو شفاتو غادي كاتالونيا يروحها هولندا مارت السنم الموقع عني سما أفرضي زيون مار العقر مخاسة قال المهم من سردق ديه الجم خيري في ينوها واني تيح شخزي الناس شق القناة تو غادي نجنت مغاف الناس شما تيري دو وزيرة سما التضامن والأسرة برا ما دنيني سما الناس الله يسامح انت تزي النظوة سما استر مست الله تو غادي نطاسي غاري تنسر خدمت مرة إحش خسن إبو صا خسن يرا خسن سير سما إبريس إلياس نهارا أي سيدا كرا أي سيد الملايير يوزدا دي ستما دي إسبانيا وتوغا يترجى يتوارجى أنه أدي دور وزير الأول إذن إلياس يفشر ذي المهمة الناس يتوغا غاس أضيوض سما أضياك عارف أذياري ريفيين تزاتشان جيت أبي رقراق يفشر ذي المهمة يا يفشر أذياري ريفيين ذي العبيد محمد علوي ومانا ينزريث بقوار 2011 نزريث كذلك بقوار 2016 إلى حدود اللحظة لأن توغا نزرا ذي حتى شعارات ميسينت كونترا الناس ذي مجموعة المسيرات ذي ثندينت الحسيمات المناطق الريفية النغنية إذن العصابة العلوية هذا الزرنخ الخائن إلياس العماري ظاهريا نيخس كسن ما يسمى التمثيلية السياسية وغاسي قيم لديج المستوى السياسي وذي قيم حافظ خلموه إمانس الاستخبارات ياسو النيديوسا بالضبط غما لغاني خماربية ونسنخ من السوارخ ما لغاد ماربية تعتبع ذي جنرموية من 70% تحشيش تدي تفغن زي عريف إذا ريخ ضاغ نسيكا ويجي شا سلامة أو كتازي منايا إلياس العماري الخائن إذن تاغي توسطن الزنزن ثم واث مولاي موحن ديك جان إرث ذي جمواجرة مارة يريفيين أضيوض الخائن ومقان إلياس العماري غثي الزنز يسيرا انت النصيب النص يعني ما مش ني خرخو من يتجن مولاي محمد ريفيين مره وانيتا الزنز سما اقرا
الإرث الإنساني والتاريخي والثقافي ريفيا. إذن أدغتان مخيج الفرصة هذا سنيني خيريفيا التريفيين إجان دانيتا دي أوروبا واش وتويريم يوض الوقت إذي غناوض أنصاص دعوات قضائية ضد المجرم و الخائن و الجنغيني ريفيان أخص نصاص سما الحكم أخص نصاص سما دعوة قضائية دانيتا دي المحاكم الأوروبية واش وتويريم ريفيان تذر وقت أن قفوس قفوس أنافع دعوة قضائية خلخائنة وبقال إلياس العماري إجن هارادة دي أوروبا أنشين غاختي قسمة ذي المحاكم الأوروبية باللزين قبرن الدعوة وانت تتشاب اللي إلياس العماري اتعتبى من بين يوذاني كشمضن خمسان الشهداء وقرفين وحيد عاش وما نايت اكاديد حتى يندكر الناس وخط بيان دلة منغان والنوم يقال إلياس عفوان والنوم يقال سعيد شعو يقارد سما بالصوت والصورة باللي قا إلياس مسؤول خل جريمة 20 فبراير 2011 واش وتويريم باللي الشهادة مواني تيتوغان برلمانيا أتنيسي تثيغان الدليل أنافع الدعوة خل مجرمة يوا أمي قال إلياس العماري إديوسي نارغان خا أوروبا يسيدا قران خطنعاشين النخ يرتكب أبشع الجرائم ذي الإنسان عارفين يسد نهارغا أوروبا واش وتويريم يوضر وقتها خاص نصاص دعوة قضائية وهذا سقسي طرح خوام نشقي مستعد التصري فينا قاين مستعدين نقر محامي أنافع ممشقاخ دعوة قضائية خل مجرمة والإلياس العماري أو الإعلام يقام مؤخرا المرض زرين مرة باللي وذين وشان تأكيدات رسمية ولكن أرجح أذير الخبا صحيح باللي الخائن إلياس يصغى الهوتيل ذي ماربيا ويسنحد بالملايين الأوروهات نشاكاي مؤكد إلا سما 8 إزي يصغى نتفز زي سنة 8 إديوسين الزلزال من 2004 100% لأن الملايير 8 يموش عند الزلزال من 2004 أنشقي على يقين أن الخائن إلياس العماري من بين 8 راس مرنس ذي التقارير تشير إلى 500 مليون ويروي غاس 8 منايا قاهو غاهو الأدلة ملموسة مش نشقي على يقين إلا وغاس الملايير لأن الطريقة نخدمة الناس ذي الابتزاز الناس ومثل غض رئيس الجهة يغبى الفلوس ذي 8 إذن باختصار يوضر وقت ريفيين مراكني ونيشان دي ريفيين أنصاص دعوة قضائية خل مجرمية أميقان إلياس العماري في الأخير عون قارو للموضوعان السيور ليس التصد باك الله تغيمة المرحلة من 2004 الزلزال ذي جل المرحلة استعرفت قناس مرحلة مفصلية ذي التاريخ نعرف أم قاروني خن جديد نيخ المعاصر أو أعرف قبر الزلزال ويجي شادوني ذا الريف بعد نيخ أواني الزلزال من 2004 أو أذي قيمة الريف رغم المحاولات رغم الملايير خاص يخصى الاحتلال رغم سما الخونة زيجان من بني جلدتنا أذي قيمة الريف عما سذيق الركوع
إيش حد عما سذي تبع حد وذي قيمة الريف يتزمر المخططات يتوجن كونترا يا الريف رزي عربات رز غريفيين وذي قيمة الريف يبد شامخ أمي ذرار نس عما سذي ذا عما سذي قروكو حد عما سذي الشهد حد عما سذي اعترف زي حد عما سذي تبع حد أذي يقيم شامخ مستقل وجميع المحاولات الاحتلال أصطدمن تيق الواقع إيق القوة إيق التاريخ إيق الشرعية الريفية وكرشادي سلا ويتغيمي ورديج الحجث يزمر أذي عيشة ديدة إيق بلاد الريف جميع المخططات أذن فضحنت أذن كشفت نوض غون الجارو من الموضوع.